ضرب هو يلحق ان تعب ام اخت ام عم ام جد ام خاله هو ده بسط مني لهم. طيب تفضل. رفقا بمن عنهن قيلا استوصوا خيرا بالنساء فقد خلقن بضعفهن وزادهن الله حياء. رفقا بمن عنهن قيلا استوصوا خيرا بالنساء فقد خلقن في ضعفهن وزادهن الله حياء. هن السكينة في المحن هن المعونة للرجال زين بلباس التقى زين بأحب الخصال. رفقا بمن عنهن قيلا استوصوا خيرا بالنساء فقد خلقن بضعفهن وزادهن الله حياة. سلامتكم. الله يعطيك العافية وجملت على ما قلت، والحقيقة احنا نحيي النساء ونحيي الرجال.